السلام عليكم. العربية بين يديك، الكتاب الأول، الوحدة الأولى، التحية والتعارف، الدرس الثالث. Unit 1 Greeting and Get Acquainted with Others. Lesson 3 الحوار الثالث. Third Dialogue. A انظر واستمع وأعد. Look, listen and repeat. حوار بين أحمد وبدر. السلام عليكم. استمع وكرر ورائي. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا أخي، هو مدرس. أهلا وسهلا. هذا صديقي، هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. Now we explain the dialogue. أحمد قال السلام عليكم، تحية الإسلام، the greeting of الإسلام، وعليكم السلام، رد السلام. أحمد قال هذا أخي، هو مدرس. هذا this is my brother. This is my brother. هذا أخي. هذا أخي، هو مدرس. هذا اسم إشارة للقريب. This is my brother. Brother أخ. Brother أخ. My brother أخي. الياء هنا ياء الملكية. Possessive pronoun. ياء الملكية. My أخي. My brother أخي. He is a teacher. He is a teacher. He هو a teacher. مدرس. بدر قال أهلا وسهلا. أحمد قال هذا صديقي. This is my friend. This is my friend. Friend صديق. My friend صديقي. My friend صديقي. هو مهندس. هو مهندس. He is an engineer. Engineer مهندس. هذا engineer، باين في الهلموت اللي هو لابسها. He is an engineer. هو مهندس. أهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. الحوار الثالث باء. انظر واستمع وأعد. Third dialogue باء. Look, listen and repeat. حوار بين ندى وهدى. Listen carefully and repeat after me. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. هذه أختي، هي طبيبة. هدى قالت أهلا وسهلا. ندى قالت هذه صديقتي، هي طالبة. هذه صديقتي، هي طالبة. أهلا وسهلا. ندى قالت مع السلامة. مع السلامة. We explain the dialogue again. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه أختي، هي طبيبة. هذه this is my sister. This is my sister. هذه اسم إشارة للمؤنث. Feminine pronoun. هذه أختي. هذه صديقتي. هذه مكتبتي. هذه سيارتي. هذه أختي. أخت sister. أخت يعني sister. طيب أختي، ياء هنا ياء الملكية. أختي. my sister. my أخت. my sister. أختي. هي she is a doctor. she is a doctor. she هي. خدنا هناك هو هي she طبيبة. طبيبة female doctor. طبيب male doctor. طبيب يعني رجل. طبيب. طبيبة امرأة. طبيبة امرأة. female doctor. ولو قلنا طبيبتي. طبيبتي هنا التاء المربوطة تتحول إلى تاء مفتوحة أو تاء مبسوطة. طبيبتي. طبيبتي زي أختي. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هذه زي ما قلنا اسم إشارة للمؤنث. This is my friend. This is my friend. صديقة. صديقة. هنا التاء أصلها تاء مربوطة زي التاء دي.
فلما دخلت عليها ياء الملكية converted to typical تاء converted to typical تاء انقلبت تحولت إلى تاء عادية. هذه صديقتي ياء الملكية my صديقة my friend. هي طالبة she is a student she is a student. she هي خدنا هناك he هو طالبة التاء هنا تاء مربوطة. إذا قلنا طالبتي تتحول التاء المربوطة إلى تاء مفتوحة أو مبسوطة. الأخت قالت أهلا وسهلا مع السلامة مع السلامة. أهلا وسهلا يعني زي ويلكم ومع السلامة زي جود باي أو سي يو ليتر. مع السلامة سلامة يعني سيفتي أو جود ويشز مع السلامة. المفردات انظر واستمع وأعد. مدرس ميل تيتشر مدرس في ميل تيتشر نقول مدرسة مدرسة. طالبة في ميل ستودنت طالب ميل ستودنت. طبيبة في ميل دكتور طبيبة. إذا قلنا طبيب يكون ميل دكتور. مهندس انجينير. إذا قلنا مهندسة في ميل مهندس في ميل انجينير. أخ أخ هذا أخ هذه أخت. أخ أخت. صديق صديقة. هذا اسم إشارة للمذكر this is. هذه اسم إشارة للمؤنث برضو this is. هو refers to he هو he هي she. He is a doctor. He is a teacher. He is my friend. She is a teacher. She is a student. Exercise. Connect between the word and the proper picture. صل بين الصورة. صل بين الكلمة والصورة المناسبة. مدرس. هذا هو المدرس. طالبة. هذه طالبة. صديقة. هذه صديقة. صديق. هذا صديق. طبيبة هذه هي الطبيبة. مهندس هذا هو المهندس. هذا للمذكر يبقى هنا. هذا للمذكر. هذه للمؤنث تبقى هنا. مفردات إضافية additional vocabulary. one واحد one two اثنين ثلاثة ثلاثة three أربعة four خمسة five. Exercise one. صل بين العدد والصورة المناسبة. Connect between the number and the proper picture. أربعة four four أي four. اثنين اثنين هنا. five خمسة خمسة هنا. واحد one واحد هنا. three ثلاثة three ثلاثة هنا. التدريب 2 exercise 2 arrange the numbers رتب الأعداد. 1 2 3 4 5. التراكيب النحوية. التدريب الأول grammar structure exercise 1. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. Exchange question and answer with your colleague, with your friend, as in the two examples. طالب الطالب الأول هل أنت باكستاني؟ الطالب الثاني نعم أنا باكستاني. الطالبة هل أنت باكستانية؟ نعم أنا باكستانية. سوف نتدرب نقول هل أنت مصري؟ نعم أنا مصري. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. هل أنت أمريكي؟ نعم أنا أمريكي. هل أنت أمريكية؟ نعم أنا أمريكية. فأنت مع المذكر أنت مع المؤنث. باكستاني مصري أمريكي فرنسي صيني مع المذكر. باكستانية سورية مصرية أمريكية فرنسية بريطانية مع المؤنث.
التدريب 2 هات جملا كما في المثال. Write sentences as in the example. المثال: هذا أخي هو مدرس. This is my brother. He is a teacher. أخ مدرس. هذا أخي هو مدرس. أخت مدرسة. هذه أختي هي مدرسة. صديق طبيب. هذا صديقي هو طبيب. هذا صديقي هو طبيب. صديقة طبيبة. هنقول هذه صديقتي هي طبيبة. هذه صديقتي هي طبيبة. أخ مهندس. هذا أخي هو مهندس. هذا أخي هو مهندس. أخت مهندسة. هنقول هذه أختي هي مهندسة. هذه أختي هي مهندسة. وهكذا أحبتي ينتهي تسجيل هذا الفيديو. لا تنسى الاشتراك. Don't forget to subscribe and give me thumb up and share video to benefit your friends. والسلام عليكم ورحمة الله. مع تحياتي سعيد بدوي.